بسم الله الرحمن الرحيم. هاي هي السيت اب لتنفيذ المثال الرابع ومتكونه من الـ 3 فيز اندكشن موتر من الاي جي 5 اي سي درايف من سيلكتر سويتش ومقاومه متغيره قيمتها 5 كيلو اوم. السيلكتر سويتش مربوط ما بين الاف اكس تيرمينال والكمون اللي هو السي ام تيرمينال. الوظيفة هو لتشغيل المحرك وإطفائه، أي تشغيله باتجاه الفورورد أو إطفائه. المقاومة المتغيرة هي للتحكم بتردد الفولتية المسلطة على الـ 3 phase induction motor أو فولتية إخراج الـ AC درايف. حتى نمكن الـ FX Terminal من التحكم بالماطور، يعني قصدي تشغيله وإطفائه، لابد من إسناد واحد إلى الـ DRU Parameter، وهذا اللي أنا بخليه. حتى نمكن المقاومة من التحكم بتردد الـ AC Drive لابد من إسناد قيمة 2 للـ FRQ Parameter 1. قبل لا نبتدي التشغيل لابد من أن نفحص المقاومة مالتنا ونشوفها فعلا تتحكم بالتردد. راح أغير المقاومة، شوفوا التردد بدأ يزداد. أنا ما دار المحرك لأنه ما منطي أمر تشغيل، شوفوا جاي من خلال التحكم بقيمة المقاومة جاي أتحكم بالتردد. عند أقل قيمة التردد يساوي 0.24 اللي هو فعليا صفر، لآخر قيمة بها وأكبر قيمة بها التردد 50. طبعا هذا 50 يعتمد على السيتنج للأيس درايف، هذا 50 تمثل البيز فريكونسي. أنت ممكن مثل ما طرقت أنا في محاضرات سابقة ممكن تخلي البيز فريكونسي 50، ممكن تخليه 60، ممكن تخليه 100 حسب التطبيق اللي عندك. احنا هسه مو بصدد هاي تغييرات، فراح أرجع هسه أخلي المقاومة تساوي صفر. أجي للسيلكتر سويتش اللي رابطه ما بين الـ FX والسي ام، راح خليه اون. شوفوا الاي سي درايف دخل في وضع ران، وهذا الليد مقابل الران اسف اشتعل، والليد مقابل فورورد، بس الماطور ما جاي يدور لان الفولتيه هسه المسلطه على الفي 1 تيرمينال تساوي صفر. اذا ما زدت المقاومه راح تزداد الفولتيه المسلطه على الطرف في 1 وبالتالي تزداد السرعه. فشوفوا راح أزيد قيمة المقاومة، هسه التردد 5، هذه سرعة المحرك، تردد 9، هذه سرعة المحرك. كل ما أزيد بقيمة المقاومة راح أزيد الفولتية المسلطة على الطرف بي 1 وبالتالي راح أزيد من تردد الأي سي درايف، وهذا يؤدي إلى زيادة سرعة المحرك. إذن شفتوا هسه من خلال التحكم بالمقاومة الخارجية المربوطة للأطراف VR V1 و CM نقدر نتحكم بتردد الـ AC Drive وبالتالي نتحكم بسرعة المحرك. هذا النمط من التشغيل موجود في كثير من التطبيقات بالمطابع، بالذات بمكاين خياطة يستخدمون هكذا تطبيق، ايضا مع رولات الماي بالمطابع هذا التطبيق ايضا موجود. هنا حبيت اضيف شغلة اخرى. بالمثال السابق تتذكرون ردنا سرعتين، سرعة تحدد من قبل تشغيل السويتش المربوط للطرف بي 1، ولا زال السويتش هذا مربوط للطرف بي 1، وسرعة تحدد من خلال تفعيل السويتش اللي مربوط للطرف بي 2، ولا زال هذا مربوط للطرف بي 2. طبعا البي 1 وبي 2 تعرفون هي اطراف برمجة، وبالمثال السابق احنا انطينا الاي 12 اللي هو يمثل لي الريجستر مال بي 1 انطيناه صفر حتى من نفعل السويتش المربوط اليه الاوتبوت فريكوانسي راح تحدد القيمه الموجوده بالباراميتر اس تي 1،
وبرمجنا الريجستر مال بي 2 انطيناه القيمه 1 حتى من نفعل من نفعله الاوت فريكوانسي تحدده القيمه اللي موجوده بالباراميتر اس تي 2. هسه نرجع شوفوا جاي اغير المقاومه. اذا من اللي جاي هسه يتحكم لي بسرعه المحرك؟ هسه اللي جاي يتحكم لي بسرعه المحرك هي المقاومه. هسه راح اجي اخلي هذا السويتش يساوي 1. اذا هسه من اللي حكم السرعه؟ هل حكمتها المقاومه لو حكمها السويتش اللي مربوط للطرف بي 1 واللي مبرمج حتى يخرج لنا فريكوانسي قيمته تساوي القيمه المسنده الى الاس تي 1؟ الجواب هذا. اذا خلينا نفتهم البرايورتي بانه احنا صح هذه جاي يتحكم، بس اذا هذا كان مبرمج وصار 1 راح يدخل. هسه رجعت السيطره المن للمقاومه، راح افعل السويتش الثاني ما له علاقه بالمقاومه. هذا السويتش الثاني يحدد هب 40 لانه احنا كنا خازن 40. شوفوا راح اغير المقاومه ولا لها اي دور، في حين خل الغي راح يعود السيطره الى المقاومه. وهذا هو السبب انه بالمثال السابق شو استخدمت انا؟ استندت صفر الى الاف ار كيو واسند الصفر للاوت فريكوانسي حتى من يكون هذين السويتشات اثنيناتهم مطفيه الاوت فريكوانسي راح يساوي صفر، اما اذا فعلت هذا فالاوت فريكوانسي راح يكون مساوي الى القيمه اس تي 1، واذا فعلت هاي الاوت فريكوانسي يكون مساوي للقيمه اس تي 2. فهذه لابد ان ننتبه لها من نتعامل ويا التطبيقات، لان اذا نسينا اذا ما نقدر نعتمد بس على هالثنين لابد ننتبه بانه القيمه المحدده بالاوت فريكوانسي سواء بالاف ار كيو تساوي زيرو او هل هو مربوط له، المفروض هاي نصفرها اذا ما ردنا فقط سرعتين، اما اذا ردنا ثلاثه. هسه بهذا الوضع انا ممكن اخذ اسرع سرعه، هاي سرعه راح اخلي لي سرعه مثلا 5 مال تساوي 5 هرتز، هاي تقريبا 5 هرتز، راح اطفي الموتور، طفيته ما له علاقه بالقيمه، شغلته مدام هاي انا مسيتها تعطيني 5 هرتز انطتني 5 هرتز والموتور دارني بال 5 هرتز، راح افعل هذا. تعرفون هذا من افعل احنا مبرمجين خلينا اياها 10، فعلا راح اطفي هذا افعل هذا. اذا هذا اللي حبيت ان انبهكم عنه، لان ساعات واحد هو يختار سرعتين ويشوف عنده مشكله الماكينه ما جاي توقف، مطفي السويتشين ويشوف الماكينه جاي تفتر وما يدري ليش، لكن السبب هو هذا بانه القيمه خلينا نسميها اللي منطينها للاوتبوت فريكوانسي بارامتر اللي هو اول بارامتر في الدرايف جروب هي ما تساوي صفر، او لانهم مستخدمين مقاومه خارجيه ومفعلين هاي النمط وهاي المقاومه ما مصفرينها، فهو يخلي السويتشات هنا أنا مثل هسه هاي، انا مخلي السويتشات وهي الماتور ما جاي يصفر، في حين لو منتبه لهاي ومصفرها خلص اوكي انطاني سرعه بطيئه، اوكي انطاني سرعه عاليه، وشكرا جزيلا ورحم الله والديكم.